حقيقة يعني ممكن في بعض الأحيان الواحد يسرح أن يتكلم بها، موضوع المخدرات، موضوع التميع، الكثير من الأمور. لمصلحة من سيكون إقرار التجنيد الإلزامي؟ يعني إن تم إقراره، من سيكون، من متى سيكون التنفيذ؟ يعني أكو فد مشكلة، يعني أزمة جديدة. يقول لك القانون في حال تم إقراره وتطبيقه يعمق الفوارق الطبقية، يعني أولاد الغني ما يخدمون، يدفعون بدل مالي، وخطيئة يقعون بها الفقراء. يعني أولا موضوع البدل النقدي هذا موجود، موجود في كل العالم. اثنين، ممكن أن يلغى هذا، يعني قلت أنه القرار مو قرار نهائي، يعني القرار موجود في مجلس النواب وبالإمكان إلغاء هذه الفقرة، مو أكو فد مشكلة. لكن اليوم هو مصلحة العراق، يعني هي مو مصلحة جهة معينة أو شخص معين، أنا اليوم مصلحة بلد هذا. اثنين، الكل خلينا نكون واقعيين، يعني إذا تشوفين أنت البلد اللي يمر بي من يعني أمور كثيرة باتجاه الشباب العراقي حقيقة. يعني ممكن في بعض الأحيان الواحد يسرح أن يتكلم بها، موضوع المخدرات، موضوع التميع، الكثير من الأمور. احنا نريد نبني هاي الشخصية، لدينا شباب عراقي وطني يحب بلده، يحب المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة، علينا أن نغرس به هذه الصفات اللي هي حالة طبيعية جدا، وهذا ما ذكر بالدستور العراقي، احنا ما جايبين من أدنى. نعم. هذا مذكور بالدستور العراقي. أعتقد اليوم بناء والتجذيب وتهذيب هؤلاء الشباب وبنائهم وصقلهم وزرع الروح الوطنية بهم وحب الوطن والدفاع عن العراق وعن الشعب العراقي، هذا أنا أعتبره سمة كبيرة وفيها حقيقة مردودات إيجابية كثيرة. احنا ننتظر حقيقة موضوع القرار، يعني بعد دراسته وقراءته وممكن حذف أو إضافة بعض الأمور، تعديل، هذا أكيد مناط بمجلس النواب العراقي وكذلك لجنة الأمن والدفاع النيابية اللي هي أيضا تعمل على قراءة هذا القرار وتعديل بعض النقاط بالتشاور مع أعضاء مجلس النواب العراقي الموقر. باعتقاده قانون الخدمة، حتى بعدين أرجع على الأسئلة، هو ضد الاقتصاد أم العكس؟ يعني بعض النواب بدون ذكر أسمائهم يقول لك القانون راح يكلف تقريبا تريليون دينار سنويا إذا تم تشريعه. يعني أنا ما أعرف، يعني هو القانون الخدمة الإلزامي هذا موجود بكل العالم. اثنين، ليش موجود بالدستور العراقي؟ يعني من خلال المشرع العراقي خلاه بالدستور، هل يجهل لماذا وضع هذا القانون؟ اثنين، قانون الخدمة الإلزامي، نعم، قانون الخدمة الإلزامي موجود بكل دول العالم. ثلاثة، اليوم احنا الله لا يقولها، احنا موقع بلدنا موقع مهم جدا. نعم الدستور العراقي يقول بناء جيش دفاعي للدفاع عن العراق، واحنا نفس الحالة، احنا منريد يكون هناك خدمة إلزامية. انا ذكرت الكثير من الأمور، لكن باكر عقبه لو تعرض البلد الى اي اعتداء خارجي، منو راح يحمل السلاح ويقاتل؟ وبهذه الظروف احنا اللي دنمور بها. ثلاثه، موضوع الاقتصاد، انا اشرت قبل شويه، نعم الاقتصاد مهم جدا. اليوم الحكومه العراقيه وهناك توجه لموضوع الزراعه، الصناعه، الاستثمار، شركات أن تدخل، لكن اليوم أنت إذا ماكو أمن وأمان شلون تدخل هذه الشركات؟ نعم. والحمد لله شكر، إحنا اليوم نمر بظرف جيد من الأمن والأمان، لكن نحتاج أكثر، نحتاج أن أنه يكون عندنا شباب عراقي واعي وطني. نعم. جاهز للدفاع عن البلد. طيب. لا زال خطر داعش هناك يمثل خطورة على العراق وعلى الشعب العراقي. نعم. لا زال داخل الأراضي السورية في مناطق شمال شرق سوريا، مخيم الهول اللي بآلاف الإرهابيين، وفي الحسكة السجون والتنظيمات الإرهابية اللي موجودة لا زالت تمثل خطر على بلدنا. نعم. عليه أن نعي أنه هذا البلد بحاجة إلى أن تكون لديه قوة جاهزة للدفاع عنه. نعم. ودفع وردع أي اعتداء خارجي. نعم.